أهلا بكم إلى أحوال الطقس. يتوقع اليوم الأحد تشكل سحب منخفضة شمال الأقاليم الجنوبية والسوس والمناطق الوسطى، والتي ينتظر أن تعطي أحيانا بعض الزخات المتفرقة، قد تكون رعدية في بعض المناطق. كما ستتشكل سحب من الأجواء المتوسطة ستهم السواحل الأطلسية الشمالية حتى مدينة الدار البيضاء وكذلك الرباط. أما الرياح فستهب معتدلة من القطاع الشرقي فوق منطقة طنجة وضعيفة من القطاع الشمالي غرب الأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا فإنها ستنخفض بالشمال والوسط وستعرف بعد الارتفاع بالجنوب. البحر سيكون قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبغاز وهائج بالواجهة الأطلسية. نهاية أحوال الطقس، إلى اللقاء.